السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي المفكرون الصغار. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. باسمك اللهم نخوض دروبا جديدة، آملين أن لا نتعثر ونقف. ما هي اتفاقيتنا مع المعلمة؟ ألتزم بالوقت وأجلس بهدوء، أغلق المايك والكاميرا وأنتظر دوري في الحديث. كيف حالكم يا صغاري؟ بخير والحمد لله. نأخذ مع بعض حضورنا لهذا اليوم. ريان وليان، غنى وركان التركي وشمة، وعد وتالة وجنان ونوب وعبد الرحمن طاهر وبتال وفالح، نواف وباسم وداليا، عزام وثامر الفويز ورسيل وويس وأحمد، متعب وناصر، عبد الإله وديالة وريم، دانا وهمس وركان مسعود، إياد الأسمري وفايز، عبد الرحمن البراك، الجوري وشيخة، نورة وسارة، محمد مشهاد، إياد النجعي ولارا وسلمى، يزن ومعاذ وجاسر ومهند وفيصل، عبد الرحمن العتيبي وعمر المطيري وتركي علي وثامر عادل وزيد، بيسان وتالا يوسف وأسيل وشيخ الدوخي تولي. هؤلاء هم أصدقاء المبكرون الصغار. أين نسكن يا أبطال؟ في الرياض. وما هي عاصمة في الرياض؟ وأيضاً ما هو حال طقسنا لهذا اليوم؟ مشمس. مع بعض أيام الأسبوع يا صغاري، بالأمس كان يوم الثلاثاء واليوم هو يوم الأربعاء، تاريخنا 26، رقم شهرنا 7 واسمه رجب، من السنة الهجرية 1442 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ الملك عبد العزيز رحمه الله. من هو ملك المملكة العربية السعودية؟ الملك سلمان حفظه الله ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ما هو لون علم بلادنا؟ أخضر. وماذا كتب عليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو شعار المملكة؟ سيفين ونخلة وعملتنا الريال. مع بعض النشيد الوطني، سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. صغاري، ما هي لغة نتحدث بها؟ اللغة العربية. من هو نبينا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ عليه الصلاة والسلام. من هو ربنا؟ الله سبحانه وتعالى. وديننا الإسلام، وكتابنا القرآن الكريم، وقبلة المسلمين مكة المكرمة الكعبة. ماذا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكتابنا القرآن الكريم. خير ما نبدأ به قول الله سبحانه وتعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورتنا سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، أثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ما هي وحدتنا؟ وحدة الماء. ماذا تشاهدون هنا يا أبطال؟ القبطان. إذن اليوم سوف نتحدث عن الماء والمهن. مهنة القبطان يقود السفينة، وهنا الميكانيكي ممكن ماذا؟ يصلح بعض الأعطال التي تحدث في السفينة أيضا، وهناك أدوات الميكانيكي أيضا. وأيضا رجل الإطفاء لقدر لوقع حريق السفينة، فرجل الإطفاء يساعد في إخماد الحريق، له بعض الملابس الخاصة يحمي طفاية الحريق قوة على رأسه. أحسنتم. من أنعم من هذه النعم؟ الله سبحانه وتعالى. ننتقل فترة الحساب والإعداد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كم لدينا من برتقالة؟ 1. وكمثرى؟ 4. وهنا البسكويت كم لدينا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، أضع دائرة رقم 8. وهنا
واحد اثنان ليمون، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، 11 مربع دائرة على رقم 11. وهنا يا أبطال نكتب رقم 5، نترككم السبورة ونوصل. كم لدينا هنا؟ واحد اثنان، نصل إلى رقم 2، وهنا واحد، وهنا 5، وهنا 4، وهنا 3. أحسنتم يا أبطال. أبحث عن البالون الذي يحتوي رقم 16، هنا 16، وهنا 16. الآن ننتقل وقت الاستراحة، نتناول كوبا من الماء، وجبة صحية، ونقوم بعمل تمارين رياضية. اليوم سوف نخبركم يا أصدقائي عن نشاط أصحاب المهن. اختار المهنة التي تحبها يا صغيري وارتدي زيها. ممكن ما عنده متوفر زي، ممكن يتحدث للمعلمة عن المهنة التي يحبها يا أبطال. وقت القراءة يا صغاري، ولدينا اليوم اختبار حروف الهجاء. بعد ما نقرأ ممكن نكون جملة مفيدة للمعلمة تحتوي على حرف الفاء. أنا أحب تناول الفراولة. بعدها راح نقوم بعمل اختبار لحروف الهجاء، راح أرسل الرابط لكم، ونقوم بعمل اختبار حروف الهجاء. وهذا نقول اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أحسنتم يا أطفال. نكتب الحروف، وكذلك لدينا تجربة الشمعة المضيئة. نحتاج صحن، كذلك لابد أن يكون ماما معانا في هذه التجربة، وشمعة ولاعة وماء وملون طعام. ما هي مهمنا لهذا اليوم؟ ترتيب سورة العاديات، أخذنا الماء والمهن، أنشطة حسابية، اختبار حروف الهجاء، وتجربة الشمعة المضيئة. إلى اللقاء يا صغاري، نلتقي غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم بخير.